Hey, could I have a pepsi? A what? Give me pepsi يعني pepsi pepsi Sorry sir, I don't understand you. يا yeah, انجليزي, give me a Coke. بالانجليزي نقول Pepsi. C في نهاية الكلمة بدلا من Z. مثل سين يا yeah. C Pepsi. وعشان تنطقون P بدلا من B تخيلوا أنه في H قصير bad P, 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 Pepsi, Pepsi. ال P الأول أقوى من ال P الثاني. Pepsi, Pepsi. Could I have some Pepsi? Is Coke okay? ويش تقصد؟ راح تسمعون هذا السؤال كثيراً في أمريكا وبريطانيا. Is Pepsi okay? Is Coke okay? عشان المطاعم في أمريكا بعضهم عندهم كوك وكل شيء من كوك وبعضهم عندهم بيبسي وكل شيء من بيبسي. فإذا طلبت بيبسي وبس عندهم كوك من المفروض أنك تقول okay no problem ونسمي كل المشروبات الغازية soft drinks or soda إذا استفدتوا من الفيديو لايك like, follow وشير